سلام البنات، سلام الاولاد. دابا القناه ولات عندي مخلطه فيها البنات والاولاد. المهم اليوم جيت نشارك معكم واحد العشيوه ساهله ماله، وواحد التحليه كتوجد في 5 دقائق. عشيوه غادي ندير غراتان ديال لي بات بالطون والفرماج ولا صوص بيشاميل وفليفله حمراء وفليفله خضراء. ما غادي نديها فاضيه كل واحد ديال ماشي مجموعه. والتحليه غادي نديرها بمايزينا وفخاز والشوكولا. ما نخليكم معايا وكملوا الفيديو ان شاء الله الاخر، ونتمنى تشجعوني وتدعموني وما تنساونيش من اللايكات وفرجه ممتعه. يلا خليكم مع المقادير. المقادير هنايا عندنا مطاشه لاصوص طوماط، زيت الصوجا اللي بغا يتنسم اللي بغا يدير يدير، انا ما غادي نستغنى عليه. المهم زيت الصوجا زوين كيعطي واحد لوكو في الماكله. لي بات هادي هاهي، طون ايزابيل ديال الزيت، بصله وحده، ثلاثه الفصوص ديال الثوم، لابزه تحميره، شويه الملحه، شويه الملحه، فرماج غابي وفليفله خضراء وفليفله حمراء. صافي هادشي اللي عندنا في المقادير. هنايا غادي نشلطو البصله، بصله وحده ولا نص بصله ماشي بزاف. هيا هنا زدنا فليفله حمراء، خلوهم يتشحروا شويه. نخليو القمه تشحر شويه. التحليه اللي غادي نصابو هنايا عندنا مايزينا، عندنا الشوكولا، هادو الكويسات اللي غادي نصابو فيها نسيتو الحليب سنيده. المهم خليكم مع المقادير. المهم خليكم مع المقادير. غادي ندوز شويه ديال الفانس لتحت. هذا هو الشكل النهائي كي كتجي. لاصوص بيشاميل لي بات اللي غادي ندير في الكغاتان، كنحتاج فيها الزبده، كاس الحليب، لا كريم فريش الخاص بالطبخ. هذا زوين البنات، هذا خاص بالطبخ والحلويات. هادي زوين، كناخدها من كارفور ومن مارجن وشويه ديال الطحين. هاي لي بات مخلوه في الصفا. هادشي طلع لنا واحد الدائحة يا سلام، زدت عليها الطون والزعتر وهاديك فليفلة وداك الشي. ما عندي ما نقول لكم منين كتشهي. هنايا أنا كندير شوية ديال لاصوص بيشاميل في المول عاد باش كنحط لي بات. فرماج حمرا، نزيد عاوتاني الطبقة ديال البط، لاصوص بيشاميل بحال تجي فيها جوج طبقات ولا ثلاثة طبقات. you
حسيت بمعناس نقعد هو كيطب الفائم وهذا هو ايوا ها شفتنا وجدات كتجي على هذا الشكل غراتان كيجي بحال هكا صراحه بنين وداك الفرماج كيزيدو واحد التانيكه يا سلام ايوا التحليه بحال هكا صافي غادي نتعشاو هذا الشيء اللي كاين. المهم غراتان ديالنا تيجي على هذا الشكل صراحه بنين ومن داك بالفرماج ايوا كان هذا هو الشيوه ديالنا. المهم نتمنى يعجبكم لا فيديو معكم لا فيديو نتمنى يعجبكم دير مونيت جوني لايكات يلا تصبحوا على خير.